القرآن عن صبرك وضريح أكبر هل الأسرار كشفت أبعاد من عمرك وفاسك ما جعل كفار هو النمر بسم الله انفضح وانهار وبمر الليل رفع ذكرك غدت بردو سلام النار انت العملاق قبرك آفاق go
القرآن عن صبرك وضريح أكبر هن الأسرار كشفت أبعاد من عمرك وفاسك ما جعل كفار الأخطار ما همنا
الله الرحمن الرحيم. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا قتلوه